في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الإدارية التي حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. كرم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بوسام أنوك، والذي يعتبر من أعلى الأوسمة يمنحها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، حيث تسلم سموه الوسام من قبل الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية. وشهد حفل تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس وزراء دولة قطر الشقيقة، وبحضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسمو الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان الأولمبية الوطنية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن فخره واعتزازه بحصوله على هذا الوسام، معتبرا أنه تكريم لجميع الرياضيين في البحرين والخليج وحافز لمزيد من العطاء والجهد للرياضيين، حيث قال سموه إن ما أوصلنا إلى هذا التكريم الرفيع هو الإصرار والحرص على تنفيذ رؤية جلالة الملك المفدى في الارتقاء بالحركة الرياضية الأولمبية في البحرين. وأكد سموه بأنه لم يعد خافيا حجم العمل الكبير الذي تقوم به اللجنة الأولمبية البحرينية لتطوير الرياضة البحرينية، مثنيا سموه على الدور الذي يقوم به الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية ودوره في خدمة القطاع الرياضي العالمي خلال السنوات الطويلة. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها سيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في تطوير الرياضة الأولمبية العالمية، والتي حققت إنجازا رائعا على مدى السنوات الماضية. كما أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالعمل المتميز الذي قام به سمو الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في سبيل الإعداد والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية. وكان حفل التكريم قد بدأ بكلمة من الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، أشاد فيها بالجهود الصادقة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ودور سموه الكبير في ترسيخ المبادئ السامية التي تنادي بها الحركة الأولمبية الدولية، إضافة إلى ما قدمه سموه للحركة الرياضية البحرينية. كما ألقى سمو الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية كلمة أكد من خلالها على ما قام به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من جهود خالصة في دفع العمل الخليجي الأولمبي المشترك والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. فيما أثنى السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على ما حققته الرياضة البحرينية من تطور متصاعد في كافة منظوماتها بفضل اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. سعداء اليوم بتشريف سمو الشيخ ناصر بن حمد معنا اليوم في هذا المؤتمر الرياضي الكبير وهو الأكبر في منطقة الخليج العربي، اللي يكون أحد المكرمين على دوره في الحركة الرياضية. الشيخ ناصر رغم بدايته الغريبة في الحركة الأولمبية، لأنه استطاع وبخطوات ثابتة بتحقيق أكثر من هدف للرياضة البحرينية. أولا بوضع القوانين والأنظمة بما يتماشى مع اللوائح الأولمبية والاتحادات الدولية، وهذه خطوة تحسب بشكل إيجابي في الأسرة الرياضية، وكانت مقدرة بشكل كبير من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والرئيس باخ. استمرار الرياضيين البحرينيين بالمشاركات وتحقيقهم عدد من الميداليات في أكثر من ألعاب أولمبية، وآخرها كان في ريو لتتبوأ صدارة الدول الخليجية في هذه
الميداليات أيضا هذا إنجاز يحسب لسمو الشيخ ناصر. الشيخ ناصر استطاع بفترة قليلة أن يتواجد الرياضي البحريني في مناصب إدارية كبيرة، فاليوم البحرين تقود كرة القدم الآسيوية وهي أيضا عنصر فعال في الفيفا، أكبر المنظمات الرياضية بعد اللجنة الأولمبية الدولية. هذه الإنجازات لا لم تتم لولا وجود شيخ ناصر في الإدارة الحكومية والرياضية في مملكة البحرين، لذلك يعني كان نوع من العرفان والشكر قدمت المنظمة لسموه من خلال هذا الوسام الذي نهنئ فيه جلالة الملك والد الجميع، لأنه هو الرياضي الأول في البحرين وهو من يعني يعشق الفروسية والغولف واللعبات مختلفة، ودعم سمو الشيخ ناصر في 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 مسيرته الرياضيه. نشكر سمو ولي العهد ونشكر والد الجميع سمو رئيس مجلس الوزراء على الدور الكبير الذي تلعبه مملكه البحرين، ونهني اخونا سمو الشيخ ناصر والرياضيين البحرينيين.